زي ما وعدناكم مشاهدينا قبل الفاصل حنتكلم وكنا على موضوع مهم جدا، موضوع اجتماعي المفروض ان كل الاعلام يسلط الضوء عليه هو احتياجات ذوي الاعاقه. ومعانا على الهواء مباشره السيد محمود اللباني، طبعا الناشط الباحث الاجتماعي واخصائي ذوي الاحتياجات الخاصه، وايضا ريم قنبز ام لطفله تعاني من اضطراب التوحد وايضا ناشطه اجتماعيه. صباح الخير. صباح النور. نورتونا. مرحبتين. في البداية سيد محمود ممكن بنناقش معاك شيء، ذوي الإعاقة ليش في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة يعني تحس اجتماعيا وأيضا المؤسسة لو من بوش نعممه، ولكن فعلا في بعض الدول مش واخدين حقهم لا اجتماعيا ولا المؤسسات يعني الدولة مهتمة بهم. صحيح. شنو السبب؟ في عندنا بالوطن العربي قرابة 30 مليون حالة إعاقة، اللي بتلقوا الرعاية منهم 5% فقط لا غير يعني. وهي مشاكل بترجع للأسر، بترجع للدولة نفسها. مثلا عندنا المراكز أغلبها صارت مراكز مادية وليست تعليمية أكثر يعني. فالأسرة كمان ممكن أن تكون في عندها ثقافة العيب، اللي بتخجل من أنها تكون عندي إعاقة مثلا، وهذا إشي غلط يعني. أنا عندي إعاقة ليش أخبيه؟ ليش أخليه مثلا منزوي عن العالم؟ ليش أخليه، ليش ما أدمجه مع العالم؟ ليش ما أدمجه مع أقرانه؟ بحيث أنه يتحسن ويصير بصورة أفضل، بحيث أنه ينتج، يصير يعني حتى يكون مثلا صاحب مهنة. مش غلط أنه يكون عندي معاق بس صاحب مهنة. فهي هي المشاكل اللي بيعانوها المعاقين عندنا في الوطن العربي. طيب. عندنا مجموعة من الصور سيد محمود لباني حنستعرضوها بعد شوية، وهي يعني ممكن من خلالها بنحاول نوصل الرسالة أن أميمة مهما كانت الإعاقة موجودة عند الشخص أكيد في مشاهير وفي هلبة يعني ناس بالضبط يعني مؤثرين بالضبط في العالم كله تحديدا، ولكن اليوم حنسلط الضوء عن العالم في العربي. علماء معاقين بالضبط، ما هو هذا احنا حنستعرضوا علماء، ولكن ايش رايكم اطرحنا سؤال على السوشيال ميديا، خلينا نشوفه مع بعض واكيد حنناقشوه وناقشوا التعليقات ونشوفوا اراء الليبيين حول هذا الموضوع. خلينا نشوفوه. سؤال برنامج الصبح، شنو الحاجات اللي ناقصه في ليبيا لذوي الاحتياجات الخاصه؟ طبعا المجتمع الليبي حاله حال المجتمعات يعني الاخرى تحديدا المجتمعات العربيه. خلينا نشوفوا اول تعليق لميس. نبدأ بأول تعليق عندنا، يقول الاهتمام فقط. وحاتم يقول صباح الورد، أماكن خاصة للترفيه. أيضا نشوف التعليق اللي بعده، واحدة من الحقوق المهضومة طريق خاص بهم، وللأسف مش محصلين حتى رصيف فاضي من التدريس بعض الهمج. في أيضا أيوب يقول اللي ناقصهم هو البيئة اللي يتأقلموا معها حسب احتياجاتهم، ويجب تجنب معاملتهم بشفقة. نشوف التعليق اللي بعده، صباح الخير. بصراحة هم أصلا شنو عندهم؟ ما عندهم شيء، مهمشين مقارنة بالدول الثانية. باختصار الناس هذه مهمشة في ليبيا وما عندهم شيء نهائيا. أما التعليق اللي بعده يقول الاهتمام والنهوض بهم ليكونوا شريحة مهمة في المجتمع. نشوف التعليق، البنية التحتية الخاصة بهم مثلا في الجامعات أو المدارس لا يوجد سلم متحرك للصعود على متنها في الطوابق العليا. نشوف التعليق اللي بعده، هدية اللي تقول صباح الفل على الليبيين الكل، اصلا هم مش واخدين حقهم في شيء، يعني ناقصهم كل شيء. محمد علي كل شيء ناقص. وتعليق ثاني يقول مدارس وجامعات ليهم حقوقهم في الدوله ياخذوها، والناس تحترمهم ما تعاملش فيهم بشفقه، وان شاء الله ربي يكون معهم. الحمد لله على كل حال. طيب سيدة ريم، احكينا عن تجربتك حضرتك يعني كأم، وحضرتك يعني عندك طفلة يعني تعاني من اضطراب التوحد، ويعني وخليتها نموذج ناجح جدا، فأحكينا عن تجربتك الشخصية في هذا الموضوع. في البداية بشكركم وبشكر القناة على استضافتي. أول ما أنا عندي قبل رند خلفت عندي ثلاثة قبلها، فلاحظت من البدايات أنه في رند فيها إشي مختلف. يعني مختلف عن اخوتها براحل النمو. بس لما عرفت الموضوع كأي نوع يعني كأي اهل بتعرفي انه اول شيء الصدمه، بعدين النكران يعني بتنكري، وبعدين اقناع اصلا كمان الاسره كامل انه لا مثلا خصوصا التوحد ما بيكون في مظاهر الاعاقه واضحه الا عند التعامل.
يعني عند السلوكيات لما تتصرف سلوك معين او عند الغضب ممكن تلاحظ انه في كثير يعني في شغلات لا في هون في خطر في تصرفها. ف بالبدايه طبعا شو هو التوحد؟ ما بتعرفي شو هو التوحد، يعني كأي ام انا ما سمعت عن شيء اسمه توحد. صرت اطلع واشوف وادرس الموضوع، عرفت علي؟ وبعدين كمان تجربه انه بدك تدوري على جهات وين تلجئي عشان تاخذي معلومات صحيحه. بتعرفي المواقع بالنت مش دائما تكون كامل صحيح، ففي كمان ضياع ومتاهه في الموضوع، غير طبعا التعب وانك تركضي وراها، وانه هي معروفين انهم عندهم حركه زايده، وكان بالاساس عندها مشكله باضطراب النوم. طيب سيدة ريم، يعني كيف تعامل المجتمع كان مع طفلتك رند؟ للأسف لا، يعني أنا كنت أطلع فيها في المول في الأسواق، فكانت خلاص هي بدها شغلة معينة، بدها تسيطر، بدها هذا، كانت تبكي بشكل غير طبيعي. فطبعا التعليقات وال بتعرفي محرجة، يعني نظرات حتى المجتمع حولك بتكون محرجة لك، عرفتي؟ فهو أصلاً التصرف الصحيح في هيك موقف إنك تتجاهليها وتمشيها، أنت بدك تسيطر على الموضوع، لكن المجتمع ما بيخليك، يعني بصير يتهمك إنه هاي خطفتها، إنه هاي أبصر شو مالها، عرفتي علي؟ فيعني غير المشاعر، يعني بيعطوك مشاعر سلبية، فبالتالي بتضطري تمسكيها وتروحي إنه خلص، يعني عرفتي؟ طيب سيد محمود، كباحث اجتماعي كيف المفروض ان الام او الوالدين يتصرفوا لما يلقوا ان النظره الاجتماعيه القاسيه هذه لطفلهم وليهم هم؟ اول شيء من الاهل لازم هم يتقبلوا نفسهم انه في عندهم اعاقه. يعني ما فيش خجل بالموضوع، يعني انا عندي طفل مريض وهي نعمه من الله يعني. فاول شيء الموضوع برجع للاهل نفسهم، انا لو خبيت ابني ما طلعته ما دمجته مع المجتمع اكيد راح كل ما مثلا يظهر ابني للمجتمع راح اكون خجلان. فانا اذا ما كنت انا داخليا مقتنع انه في عندي مثلا مريض توحد، اعاقه حركيه، اعاقه عقليه، اي شيء، ومقتنع تماما 100% اني لازم ادمجه بالمجتمع، ما راح اتقبل اي نظره من المجتمع. فيعني انا الطفل المريض المعاق اطلع فيه مثلا، ما اخجل انه انا ماشي انا وابني المعاق في اي مكان عام او اي مكان خاص، يعني اتقبل اي شيء من المجتمع تجاه الطفل حتى لو كانت اساءه اتقبلها. فهيك انا ما بتعدى الحاجز، الخجل، حاجز الخوف، حاجز انه انا عندي مريض او عندي اعاقه، فأي شيء من المجتمع راح يكون تجاهه راح أكون أنا متقبل وكل صدر الرحب. طيب سيد محمود، طيب كيف يعني ما هي الوسائل اللي أو الطرق اللي تخلي الأهل فعلا يحسوا أو تخليهم يتقبلوا أن طفلهم مصاب بإعاقة أو مصاب بمشكلة ما؟ أي أهل عندهم أي طفل معاق أول شيء هم لازم يتأهلوا في البيت أنه في عندهم طفل معاق. يعني انا مثلا عندي طفل اعاقه عقليه، لازم اروح اتعمق في الاعاقه العقليه، اشوف شو هي الاعاقه العقليه، ادرس فيها حتى اتخصص فيها. مش غلط يعني انه انا اتخصص في اعاقه عقليه لانه عندي مريض اعاقه عقليه، عشان اعرف اتفاهم معاه، اتعامل معاه، اشوف كيف بدي ادربه، اشوف كيف بدي اتعلم معه. هسه الطفل لما يروح على المركز بتعلم مثلا عشان تعديل سلوك معين مثلا، اذا ما استمر تعديل السلوك في البيت ولا كأنه استفاد إشي. فهو يعني أنا لازم أكون عندي خطة لتعديل السلوك اللي بيأخذها بالمركز أطبقها أنا في البيت مثلا، هاي بالنسبة لتعديل السلوك. أي إشي ثاني مثلا من الإعاقات الحركية السمعية، مثلا عندي طفل معاق سمعيا لازم أتعلم لغة إشارة عشان أعرف أتفاهم معه، عندي إعاقة بصرية أتعلم طباعة بريل عشان اعرف كيف ادرسه اعلمه، لانه هاي الامور هي ترجع للاهل. انا عندي طفل معاق لازم اكون انا متخصص في اعاقته، يكون في لغه تواصل ما بيناتكم. طيب سيده ريم، كيف قدرتي تحولي الشعور الحزين لما اكتشفتي ان بنتك يعني عندها اضطراب التوحد، انك انت تخليها نموذج ناجح لغيرها من الاطفال؟ هي شوفي المعرفه بالاساس، يعني انت لما تعرف نقاط قوه عند بنتك ونظرتك لها تختلف. نظره يعني انا هلا بنظر لبنتي انها مميزه،
فبالتالي ما بيهمني اللي حوالي وما بيهمني صاروا هم حتى هم يعني كيف انا صار هم يطلعوا عليها انها مميزه حتى اتباها مثلا اي مهاره اكتسبتها جديد اتباها فيها واحط يعني لدرجه اني الحمد لله يعني صار الكل يطلع ويشوف تطور رند في الموضوع. هلا عندها هي شغله انه يعني نقاط قوه عندها اللي هي بتحب السمع الالحان الموسيقى فكتير شغلات انا تعلمتها عن طريق الموسيقى وكانت تعرفي وفي كمان تعديل سلوك عدلت سلوكها عن طريق الموسيقى يعني كانت عندها الرفرفة بطريقة مش طبيعية فكانت لما ترفرف راند أخلي أنا وولادي العيلة كلها تشاركنا يلا بسرعة أو تدور حولين حالها يلا تعالوا نلعب مثلا فتحي يا وردة وغمضي يا وردة فكنا إحنا هذا السلوك اللي كان مش هادف حولناه للعب هادف حولناه إلى متعة إلها فصارت هي حتى تشدنا وكل ما بدها تلف تشدنا وتمسكنا يعني يلفوا معي أشركناها في لعبة جماعية فكانت يعني بالنسبة إلي رحلة ممتعة طيب. مع بنتي يعني اكتشفت فيها شغلات كتير مزايا في بنتي رند طيب سيدة ريم يعني أحكينا عن طريقة الدعم يعني حضرتك ممكن استخدمتي السوشيال ميديا في لي ممكن إلقاء الضوء تسليط الضوء على اضطرابها واحد المصابة به بنتك رن فيعني الفكرة هذه كانت نابعة من شنو يعني كيف حبيتي تكون السوشيال ميديا لها دور أو كدعم للطفل في طفلتك رن تحديدا هلا في البدايه انا كان يعني التجأت للفيسبوك طبعا احنا نشوف في الصفحه سيده عشان كمان يعني يكون حافز لي وداعم لي عرفتي علي ف يعني بحث كمان عن المواقع فهلا لما الحمد لله يعني رن صارت جيده وصار في تعديل سلوك وبلشنا في طريق صار عندي حلمي هلا قلت انا لقدام طبعا حيكون ان شاء الله بتحقق انه حاعمل صفحه باسمها وكل المراحل اللي تعبت معها واللي استمتعت فيها كمان انه تتوثق في هذه الصفحه وعلى امل انه رن تمسك صفحتها عرفتي علي وهي تباشر بعدين صفحتها وتحكي تجربتها هي تجربتها من تلقاء نفسها تحكيها للناس طيب بدري تكلمت سيدة ريم على موضوع ان هي قدرت تدمجها حتى مع اخواتها الاصحاء يعني ان هم قدرت تدمجهم حتى في طريقة اللعب طيب هنا على محيط الاسرة طيب كيف نقدروا ندمجوا ذوي الاعاقة في المجتمع هو دمج الاعاقة مع المجتمع اول طريقة للعلاج دمجهم مع المجتمع مثلا في عندنا بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة فيه شيء اسمه غرفة مصادر تعلم فدمجهم راح يكون مثلا أنا بدمج إعاقة في مدرسة حكومية مع أطفال أصحاء فهو بتشجع الطفل أنه يتحسن يتعالج يتعدل سلوكه تقبل المجتمع والأطفال الثانيين إله بتصير أكبر يعني أنا بدل ما أحطه خلص بمركز وأبعده عن أقرانه وأبعده عن الأصحاء اي طفل ثاني بيشوف الاعاقه هاي راح يبعد عنها يعني. اما لما ادمجه مع المدرسه مع الاطفال الاصحاء مع المجتمع بشكل عام المجتمع كله راح يتقبل الاعاقه هاي جميل احنا عندنا استطلاع راي سيد محمود وسيده ريم من ليبيا عن كيفيه او كيفيه دمج ذوي الاعاقه نشوفوا رد فعل الناس في هذا الاستطلاع شن كان الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون المجتمع يتقبل هؤلاء الفئة أو هذه الشريحة كما هي عليه عيب المجتمعات العربية بشكل عام أنها لا تتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة وتتجنب التعامل والاحتكاك بهم طبعا عندنا ذوي الإعاقة فيه بعض الأعمال حتكون صعبة بالنسبة لهم في الأداء أو في تحتاج الإمكانيات في العمل ولكن في أعمال هم يستطيعوا يقوموا بهن في بعض الأحيان حيكونوا أفضل من الشخص السليم أعمال مكتبية كذا فيه أعمال يقدروا يقوموا بهن بشكل أفضل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فيه منهم اللي مندمج في المجتمع وماشي ومستمر في حياته فيه اللي يعاق ويخدم في معاق ويخدم في ورشة فيه المعاق ويخدم في 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 محل وفيه المعاق فهمت فعلى حسب الشخص بروحه مرات في شخص اللي مش متقبل إنه هو يندمج مع المجتمع ويطلع المجتمع ويخدم عمل سواء حكومي أو عمل خاص
نقدر ندمجوهم عن طريق طبعا ورش عمل وبرامج تدريبية، نخلوهم طبعا ينخرطوا في المجتمع. زي ما نلاحظوا ان الفئة دي قد تكون يعني مهمشة في مجتمعنا وما فيش من يسلط الضوء عليها، فيجب علينا احنا يعني كدولة يعني ان هي ضروري تقحمهم في برامج تدريبية بحيث انهم هم ينخرطوا في مجال العمل ويكونوا من نفسهم وما يحسوش ان في تفرقة بينهم وبين الاشخاص الاسوياء. في الحقيقة هذه كانت بعض اراء الليبيين حول كيف نقدروا ندمجوا ذوي الاعاقه في المجتمع. هنا يجي سؤال سيد محمود، كيف نحن نقدروا او شنو دور الباحثين الاجتماعيين والاخصائيين في خلق بيئه سليمه لذوي الاعاقه وايضا المؤسسات الحكوميه؟ انا بس بدي اعطي مثال لبعض الاعاقات. مثلا في مطعم ما بيوظف غير اصحاب الاعاقه اللي هم متلازم الداون، كل موظفين المطعم من متلازم الداون، هذا بيشجعهم كثير انه يندمجوا مع المجتمع. مثلا في عندنا كمان مثال ثاني اللي هو رئيس وزراء كندا، في متلازم الداون كمان عنده مشغل بصنع الجوارب الرجاليه، فهو رئيس وزراء كندا صار يلبس من جواربه ويشجعه اقتصاديا واجتماعيا وماديا. فهنا هاي مش بس دور الاخصائي الاجتماعي او اخصائي التربيه الخاصه لدمج الاطفال او دمج الاعاقه بالمجتمع، في كمان المجتمع كله لازم يكون له دور في دمج الإعاقة. هاي شيء ممكن أي شخص يكون عنده إعاقة، يعني ممكن أي شخص. بعدين أنتوا شايفين الحروب كيف قاعد تسوي إعاقات كثير كمان يعني. فالأخصائي لازم يكون له دور كبير مع المجتمع، يعني نتعاون الأخصائي مع المجتمع في دمج الإعاقات وتشغيلهم مهنيا. طيب. تشغيل حتى تعليميا، ممكن مثلا يبدع المعاق في مجال معين ممكن يصير عالم بالمجال. طيب. سيد محمود، يعني هل في أمثلة في الأردن مثلا عن يعني كيفية دمج ذوي الإعاقة، مثال موجود على أرض الواقع؟ والله ضعيفة جدا. في عندنا حالة واحدة ممكن بالزرقاء، طفلة معاقة دمجوها في مدرسة حكومية. الأمثلة ضعيفة جدا في الوطن العربي كله. يعني ممكن بلبنان حكيت لك هذا المطعم، بالإمارات في دمج بشكل كبير، يعني في سباحة كأنها مبتورة الإيد يعني، بس ما شاء الله يعني مبدعة في مجال الرياضة بشكل عام يعني. أما بالدول العربية الأمور ضعيفة شوي جدا. طيب احنا يعني مكملين اكيد معاكم، بس عنا اتصال هاتفي مع سيد ابو بكر الانصاري وهو ناشط مختص بشؤون الاشخاص من ذوي الاعاقة. الو، صباح الخير سيد ابو بكر. مرحبتين، اهلا وسهلا بكم. مرحبتين بك سيد ابو بكر. سيد ابو بكر، يعني احنا حديثنا اليوم عن ذوي الاعاقه واكيد عندنا مجموعه من الاسئله من يعني ومن اميمه. نبدا بسؤالي ونرجع اكيد لاميمه. اول سؤال بس، هل في وعي بحقوق ذوي الاعاقه في المجتمع الليبي؟ في البدايه شكرا على تحت هذه الفرصه. ونعم، احنا نعرف ان اشخاص ذوي الاعاقه في العالم تحديدا يعانوا بشكل اكبر من دول اخرى، لكن في ليبيا الوضع يختلف من منطقة لأخرى من مدينة لأخرى. الآن في نوع من الوعي المجتمعي لهذه الفئة، وخاصة في السنوات الأخيرة، ممكن الأربع أو خمس سنوات الأخيرة، لكن محدود وفي نطاق المدن الكبرى يعني في الغالب يعني. طيب اوكي، حضرتك تحدثت سيد ابو بكر على يعني قلت المجتمع. طيب الجهات المعنية في ليبيا هل توفر في مستلزمات ذوي الإعاقة مرافق عامة تحسب فيهم في البنية التحتية؟ طبعا كل جهة معنية، كل جهة في الدولة سواء حكومية وقطاع عالي وقطاع خاص معنية بفئة ذوي الإعاقة، لأن كل جهة لها اختصاصاتها. فيما يخص البنية التحتية، احنا نعرف أن البنية التحتية يعني غير مهيئة في الغالب، يعني بالنسبة كبيرة زي ما بقول لك يعني 90% غير مهيئة لذوي الإعاقة للأسف. بما فيها يعني المنشآت المعنية بذوي الإعاقة، يعني لما تجي يعني جهة معنية بذوي الإعاقة تقدم خدمات، تجي ما تلقاش بركيج أو موقف سيارات تحديدا، أو مثلا الرامو اللي هي معروفة بخليفة لدخول ذوي الإعاقة. بعض الأماكن مباني فيها دروج ما فيهاش يعني صنصير،
وهذا يعني هذه لكن تقدم خدمات بشكل يومي لذوي الإعاقة، فما بالك المباني الأخرى اللي هي ما تنوش عليها ذوي الإعاقة بشكل دائم يعني. وكذلك موضوع ارتياد الأماكن العامة، بعض الأماكن المتنفرة زي الأسواق زي المحلات زي كذا ما فيهاش أي تهيئة للأسف لذوي الإعاقة في الغالب يعني. وهذا الشيء يعاني منه ذوي الإعاقة، والإمكانية الكبيرة اللي يعاني منها ذوي الإعاقة إنهم محددين أن ذوي الإعاقة من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا غلط. كل وزارة كل هيئة مختصة بذوي الإعاقة في مجال اختصاصها. يعني نجي نقول مثلا مصلحة الطيران المدني مهم أن توفر الخدمات لذوي الإعاقة من موقف السيارات إلى ركوب الطائرة لهذه الفئة. كل جهة مختصة، وزارة التربية والتعليم لازم تساعد على اندماج ذوي الإعاقة في مكتب مختص، لكن يخدم بإمكانيات محدودة ويحارب من الوزارة نفسها في مشاكل تواجه هذه الفئة للأسف مع الجهات المسؤولة نفسها. عدم اهتمام المسؤولين بهذه الفئة بشكل كبير جدا، وعدم الدراية وعدم الوعي بهم، حتى هذا واحد من المشاكل الكبير. تلك الأسرة حتى هي نفسها الأسرة، بعض الأسر تعامل أبنائها يعني كسجناء داخل المنزل، ما فيش وعي أسري في كيفية التعامل مع أبنائها من ذوي الإعاقة وتحديدا الإعاقة الذهنية يعني. طيب طيب سيد أبو بكر، يعني حضرتك تكلمت عن المسؤولين وعن الجهات المختصة، هل فعلا نشدتم الجهات المختصة بهذا الموضوع؟ كيف كانت ردة فعلهم؟ نعم، في مجموعة من المنظمات والجمعيات الأهلية وكذلك بعض النشطاء خدموا على مجموعة ورش وعلى مجموعة ندوات وبعض البرامج التلفزيونية وبعض النشرات الدورية والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي استفادوا منها في السنوات الأخيرة، لكن الاستجابة محدودة. يمكن نحن نعطي مثل المثال مفوضية المجتمع المدني، يعني في تعاون بينها عن طريق بعض الجمعيات وبعض الجهات المسؤولة. يعني نحكي مثلا مفوضية العليا للانتخابات يعني اهتمت بهذا الجانب في فترة يعني خدمت ممكن 3 أو 4 سنين، والآن في مكتب مختص أو وحدة مختصة بذوي الإعاقة داخل المفوضية الخاصة بالانتخابات، وهذا يعتبر شيء إيجابي. قلنا لكل الجهات يعني زي مثلا وزارة الداخلية يكون فيها مثلا مكتب مختص بذوي الإعاقة، مرات يكون في تحقيق في مركز الشرطة لأصم يعني من فئة السم والإضعاف الصمي يحتاج إلى مترجم، أو مثلا في وزارة الصحة شخص مثلا كفيف يحتاج إلى قراءة بطريقة برايل للمكفوفين. كل وزارة كل هيئة لازم تكون فيها جهة مسؤولة داخلها تكون معنية بهذه الفئة. ليش كل شيء مرمي على وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي مقصرة بشكل كبير جدا، وكل شيء لها لوزارة الشؤون الاجتماعية؟ ما علاقة التربية والتعليم بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ كل جهة مختصة بجانبها، يعني لازم يفصلوا من الاختصاص يعني. كذلك اللي هي الخدمات، يعني نجي يعني مثلا السجل المدني لازم يكون مثلا في مكتب مختص بفئه ذوي الإعاقة او في جانب مختص فيهم. المصارف يعني للاسف المعاناه اللي في المصارف الاشخاص ذوي الإعاقة ما فيش اي دور من مصرف ليبيا المركزي او من المصارف الرئيسيه في ليبيا في كيفيه تسهيل. شكرا لك سيد ابو بكر الانصاري. فقط لضيق الوقت كان معانا سيد ابو بكر الانصاري ناشط مختص في بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. سيد محمود، ممكن هو سيد أبو بكر تحدث تكلم عن المفروض أن تكون يعني مش في وزارة معينة معنية بذوي الإعاقة، المفروض أن يكون في أغلب الوزارات يكون في يعني مكتب مختص بشؤون ذوي الإعاقة، فهل أن تشوف أن هذا يعني صحيح أو لا؟ وهل يعني في نموذج مشابه لي في الأردن؟ أكيد لازم في كل مكان يكون في مكتب لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه ممكن يكون في موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة في أي شركة أو في أي مكان أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة. حتى يعني مجرد مثلا تهيئ له المكان اللي يدخل منه ويخرج منه قليل جدا بتشوفي، يعني حافلات أنه في مثلا ممكن مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة يكون له يقدر يطلع حافلة أو شيء مش موجودة. أمور اهتمام الدولة في هاي الفئة للأسف جدا في وطننا العربي ضعيف جدا، ما في أي يعني مقومات لذوي الاحتياجات الخاصة في أي دولة عربية كبيرة، في بتلاقي بس ممكن تكون ضعيفة جدا يعني. طيب هنا ممكن عودة للسيدة ريم، يعني من خلال تجربتك سيدة ريم ممكن أكيد في هلبة أمهات حاليا يتفرجوا علينا ويشوفوا فينا، شو نصيحتك ليهم؟
يعني في تعاملهم مع أطفالهم كيف المفروض يكونوا؟ يعني أني نعرف هل بصديقات عندهم أطفال مصابين باضطراب توحد تحديدا، يحكوا لي يقولوا لي إحنا بس كلمة أن طفلك مصاب كده تأثر فينا وتخلي في نفسيتنا تنزل، فكيف يعني المفروض يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هلا بالبداية المفروض الأم هي الركيزة الأساسية في التعامل مع طفلها التوحد، فبالتالي لازم هي تهتم بنفسها نفسها، هذا أهم شيء، وبعدين تتقبل اختلاف ابنها مهما كان. إذا تقبلت اختلاف ابنها هذيك الساعة بتتعامل معها بأريحية، عرفتي علي؟ هلا في ثلاث نصائح مهمين كثير لأي أم. دائما بحكي الأم لطفل التوحد لازم تتسلح بالمعرفة والصبر والتكرار، يعني ما تزهق مع ابنها، لأنهم هدول بيتعلموا لكن بدهم صبر وطولة بال، وما بدهم لا عنف ولا ضرب، بدهم حزم، أي نعم بيختلف، بدهم طولة بال، عرفتي؟ وكمان شغلة إنه دائما أنت المسيطرة على ابنك. طفل التوحد ذكي، فبالتالي هو اللي بده يسيطر، بده يضل في عالمه لحاله. أنت عشان تدمجيه بعالمك لازم أنت تدخلي لعالمه وتعيشي شوي مع عالمه، بعدين تخرجي لعالمك أنت. أنت قدوة لكل أم. الله يخليك. صحيح تسلمي. فعلا يعني نتمنى لك التوفيق، ونتمنى أن كل الأمهات تسمع النصائح هذه، أن فعلا نصائح ثمينة ومش من شخص يعني ما حسش بالمعاناة، لا أنت من واقع المعاناة قاعدة تحكي في هذه النصائح. أبدعت في التوحد أكثر من أخصائي التوحد. أبدعت في التوحد أكثر من أخصائي التوحد فعلا. فشنو رأيكم، عندنا إنفوغرافيك عن أكثر الأشياء اللي تزعج ذوي الإعاقة، خلينا نشوفه وأكيد حنعلق عليها مع بعض. شفنا لميس يعني أكثر الأشياء اللي تزعج ذوي الإعاقة، بحكم يعني خبرة حضرتك، كيف نقدروا إن إحنا نتخلصوا من هذه الأشياء في مجتمعاتنا؟ اللي هي المسميات زي المسميات، زي يعني نظرة الشفقة، زي عدم توفير المرافق العامة، زي أيضا يعني إن هم يعني ياخذوا في يعني سواء الكرسي أو يعني حرمة أدواتهم، كيف نقدر نعالج السلبيات اللي أصبحت منتشرة جدا في مجتمعاتنا؟ هو اسم معاق، يعني صعب إنك تحكي لشخص مثلا عنده ذوي إعاقة، يعني فضل اسم ذوي إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة، ولا إنك تحكي له معاق هيك بشكل مباشر. بالنسبة للأماكن اللي المفروض إنه نأسسها ونجهزها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا اللي معاق حرقيا يعني لازم يكون له مكان للكرسي، كيف يفوت وكيف يطلع. أماكن مثلا لذوي الاحتياجات السمعية أو أماكن لذوي الاحتياجات البصرية، إنه تسهل له كيف دخول والخروج من أي أماكن عامة. يعني أيضا سيد محمود في المولات وفي يعني في أغلب الأماكن اللي يعتمد عليها كل المجتمع، من النادر نحن نلقى دورات مياه يعني خاصة بذوي الإعاقة. حتى الباركينج المفروض يعني مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة بصف فيه واحد عادي. صحيح. يعني فيش عندنا مش شايف الإشارة، فيش هذيك الثقافة اللي إنك تحترم هاي الإعاقة عندنا بالمجتمع العربي للأسف. بالنسبة مثلا الشفقة، إنك تنظر له بعين الشفقة، هذا إشي بيأثر فيه نفسيا أكثر. كيف النمو الاحترام، وإن إحنا يكون عندنا ثقافة احترام لذوي الإعاقة؟ شخص عادي مثلك مثله، ربنا حرمه من إشي مثلا، هو
عاطفته كثير تكون قويه يعني تعامل معاه بعاطفه بس ما تكون زياده يعني كمان. ممكن اذا شفته مثلا لا تسالوا عن اعاقته ابدا، لا تحرجوا او تسالوا عن اعاقته او كيف حصلت او من شو اعاقته. تعامل معاه بجديه اكثر من انك تتعامل معاه بالشفقه. طيب اوكي. سؤال ممكن ليك، لانه يعني البدري لفت لي نظري حكايه الصفحه. هل تفكري انك انت مثلا او مثلا في امهات يبعثوا لك على الصفحه يسالوا فيك من خلال تجربتك وهم نفس يعني عانوا بنفس الحاله، وهل تفكري انك انت تسردي او تجربتك في كتاب او مثلا حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب او عن طريق قنوات اليوتيوب؟ وهذا هدفي انه يعني عملت الصفحه، وفي كمان الي جروب نقيم حياه. فالحمد لله تواصل جيد حتى مع الاخصائيين ومع اهالي اطفال التوحد، واكثرتهم من مناطق مختلفه يعني مش من الاردن بس. فكنت دائما اي تجربه ناجحه بالنسبه لي احطها بالصفحه كفيديو او مقال، عرفتي، واتاكد من صحتها كمان من الدكاتره ومن هذا انه هذا الموضوع صح ولا لا. فبالعكس يعني أنا بقدم خدمة في نشر التوعية عن التوحد، كيف تتعامل مع أطفال الواحد، لأنه ممكن الأم تكون يأسانة بدها بس حدا يسحب إيدها يشجعها ويعطيها حافز. طيب كلمة أخيرة سيد محمود. أول شيء بشكركم، ثاني شيء بتمنى من المجتمع يكون في عنده علم ودراية كبيرة في ذوي الاحتياجات الخاصة وثقافة الاحترام لذوي الاحتياجات الخاصة. إذا أنا احترمته خلص أنا فهو راح يندمج معي ويكون أموره كويسة وما يحس أي أبداً بإعاقته. طيب شكراً لكم، ونتمنوا لك التوفيق في مسيرتك، ونتمنوا أن كل الأمهات تكون عندها القوة والعزيمة اللي كانت عندك. وشكراً لك سيد محمود اللباني. مشاهدينا فقرتنا كملت، ولكن حنخلوكم مع إنفوغرافيك عن دور الأسرة في تقديم الدعم لذوي الإعاقة. فاصل أكيد ونواصل.